لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم. من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قف على قبر فاطم بالبقيع قف على قبر فاطم بالبقيع بعد مزق الحشا وسكب الدموع والثم الترب من حواليه والثم الترب من حواليه وانشق من شذاه نسيم زهر الربيع وابلغنها السلام. قل السلام عليك يا فاطمة الزهراء وابلغنا السلام عني فإني لمروع فيها بخطب مريع وتذكر أذية القوم فيها وتذكر أذية القوم فيها يا وابكي حزنا وعجب قبر الشفيع قف به موقف الحزين ولكن
لابسا بردتي تقى وخضوعي قل له يا رسول الله قل له أيها النبي شكات لك مني مشفوعة بدموعي فأعرني منك المسامع فيها فصداها يصم أذن السميع يا رسول الله إن تلك التي على بابها الأملاك إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخضوع بعد الخشوع قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بتطهيره بشأن رفيع أسقطوها بالباب محسن ركلا أسقطوها بالباب محسن ركلا بعد تأليمها بكسر الضلوع دخلوا بيتها وويلا دخلوا بيتها عليها وقادوا بعلها المرتضى بحال فظيع عجبا كيف في نجاد له قيد وقد كان قائدا للجموع فعدت خلفهم تجر من الصون ذيولا فعدت خلفهم تجر من الصون ذيولا جيوبها من دموعي وتنادي ألا اتركوا لابن عمي أو لا أشكو إلى المجيب السميع خرت وخر المحسن ونادت يا فضة يا فضة يا فضة بالعجل دركيني ترى ما اقدر النهضة يا دمومي ترى النزفة جسم المرض مضى ولا بقت لي من ضربة المسمار قوة خذيني في الضوء حيدر الكرار شوفيه خبريه عن حالي وعن ضيم طحت بي قالت يا بنت المصطفى حيدر مشوبي وقلبه على جمري الغضى لجلج تضوى والله لو شفتين حلال المشاكل ليث الحروب شلون قادوا بحمايل يمشي بطاعتهم ودمع العين سايل صحد تجيل القلب فارق سلوة إن كان طلعوا بالوصي قوم اطلعيني أنا نسيت العصر بالباب وتسقط جنيني يا بقوم الروح القبر جدكم يا بنيني
تخبر به الدهر بعد السوى طلعت لن تشوف حيدر قاعدين ظلت تدافعهم وصد لها بعيني وحالت يا ويلي بين عدوانه وبيني ولن العبد صوتا على الزهر يتلو غدت تنداي غدت تنداي يا فضة الصدر ينعايا بالصدر ينعايا ابو محسن سقط يم عتبت البايا بجت فضة ولقتها فوق لعتايا بيسيل من الصدر وغلوع الدم يا والله يسيل من الصدر وغلو يا هدايم يا البام يا البام لبست الحزن طول العمر يا البايام ذهيل ولا بقت الافكار يا البايام نشدك وين محسن سقط يا البايام يوم العصر والزهرة الزكية والله يوم العصر والزهرة يا الزكية قال سيدنا ومولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لقد ماتت جدتي فاطمة لقد ماتت جدتي فاطمة يوم ماتت ولها في ساعديها كمثل الدملج الأسود المحترق من ضرب السياط حساسية الموقف وعظيم الحدث الذي جرى على السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها جعل الأئمة سلام الله عليهم يصرحون به حتى وهم في أعقد ظروفهم سلام الله عليه يعني بما أنهم كانوا يعيشون فترة يطبقون فيها مبدأ التقية حفاظا على وضعيتهم وحفاظا على شيعتهم وحفاظا على فكرتهم فهناك جملة من الأمور ما كان يسمح الظرف ببيانها لأنها تشكل حساسية كبيرة جدا من ضمن الأمور التي تشكل أيضا حساسية حدث الزهراء سلام الله عليه ليش يشكل حساسية على اعتبار أن الصدام كان رأسا مع دولة الخلافة التي يقر بها مجموعة كبيرة جدا من المسلمين في الماضي وفي الحاضر وكان لهم موقف متشدد من الزهراء عليها السلام ومارسوا مع الزهراء سلام الله عليها جملة من الأدوار السلبية جدا
هذا إذا أردت أن تخفف الكلمة، إذا أردت أن تخفف الكلمة تقول مارسوا معها الأدوار السلبية سلام الله عليها. فحجم الظلم الذي جرى على الزهراء كبير وعظيم، انتهكت حرمة ذلك البيت بشكل سافر، ذلك البيت الذي وعاه المسلمون وعرفوه جيدا، اللي يمر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى البيت يقول باب فاطمة بابي أمام المسلمين أمام الناس، فيعرفهم بالقيمة المعنوية التي يحملها هذا البيت ومن يسكنون هذا البيت. باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، سترها ستري بابها بابي. يمر على البيت ستة أشهر لما نزلت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ستة أشهر يمر النبي على بيت علي وفاطمة وهو ذاهب إلى المسجد وهو راجع يتلو الآية الكريمة هذه يرددها، يقف على البيت السلام عليكم أهل البيت الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سيكون عنده تسع زوجات تسع بيوت، تسع زوجات وتسعة بيوت، لماذا لم يقرأ الآية على بيت من بيوت زوجاته؟ يريد أن يبين أن الزوجات مع مقام زوجات رسول الله إلا أنهن لا يرتقين إلى مستوى أهل البيت سلام الله، مستوى أهل البيت أكبر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول سقف بيت علي وفاطمة عرش الرحمن، تشلون يعني سقف بيت علي وفاطمة عرش الرحمن؟ لما تدخل إلى بيت علي وفاطمة تنظر إلى السقف ما أكو فيه شيء يتميز عن سائر البيوت في ذلك الزمن، جريد النخل، جذوع النخل، السعف، أي المركبات اللي كانت تتركب منها البيوت، شنو سقفه عرش الرحمن؟ يريد أن يبين أن هذا البيت إنما أسس على تقوى من الله ورضوان، أن هذا البيت مشمول بعين الله تعالى إلى خصائص هذا البيت، يعني لابد أن يحترمها المسلمون، لابد أن يطبقون عليها أثار، لابد أن يتعبدوا بمثل هذه الأحاديث، يعني هذا البيت بيت عصي على الهتك، بيت عصي على الاختراق، جاء يذكر المسلمين بهذا في كل فرصة وفي كل فترة وفي كل وقت تسنح للنبي الفرصة يذكر بعظمة البيت. يمر مع الخليفة الأول أبي بكر على البيت وقد نزلت الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسأل الخليفة الأول يشير إلى بيت علي وفاطمة يقول له هذا البيت منها؟ هذا البيت منها؟ قال هذا البيت من أفاضلها، في رواية هذا البيت من أعاظمها، من أعاظم هذه البيوت. بعد من خصوصيات هذا البيت، أنت ما راح تعرف حجم الجريمة إلا إذا عرفت حجم عظمة البيت، حجم البيت هذا. هذا البيت أحيط بقدسية كبيرة جدا، يتحدث عنها المؤرخون لما يتحدثون عن شجرة طوبة يقولون فرعها في السماء وجذرها في بيت علي بن أبي طالب، تعبير العلامة القرطبي من علماء السنة الكبار ومفسريهم، كل إشارة إلى عظمة البيت تقرأ بفضائل علي بن أبي طالب وسد الأبواب إلا بابا، أي لما جاء النبي صلى الله عليه وآله للمدينة المنورة وبني المسجد بنى الصحابة بيوتهم في
جوار المسجد في محيطه، صار معظمهم المحيطين بالمسجد كل واحد اللي لبيته أكثر من باب، بابان، باب للأمام، باب رئيسي وباب للخلف، رأساً يطلعها على وين؟ على المسجد. يقول بدل ما يتكلف العناء ويطلع من الباب الأمامي، رأساً يطلع من الباب الخلفي، رجله في مسجدي، في ثناء مسجدي رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن نزل الأمر من الله أن كل الأبواب ماذا؟ تغلق، كل الأبواب تسد إلا باب واحد، باب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ومضت منقبة خصيصة للإمام عليه السلام، هذا كل شنو؟ كلها جملة من الأحاديث، من المواقف اللي تبين عظمة البيت الفاطمي، عظمة البيت العلوي. هذا البيت اللي ما احترمه من؟ ما احترمه صحابة رسول الله، ما احترموه. وهذا مو بس احنا نرويه، يعني البعض ربما يقول الشيعة فقط تجد عندهم هذه المرويات من عندياتهم، من أساطيرهم، مما يتحاملون به على القوم، على الصحابة، على سائر المسلمين. لا لا، لما تأتي تبحث شوف القضية لها ماذا، لها جذرها ولها شواهدها في كتب المسلمين، وإن كانت بشكل شنو، بشكل متناثر. وطبيعي ترى ما أحد واهم من يظن أنه يحصل على جريمة قد تكاملت فصولها، هذا جدا واهم، هذا وهم، أي سذاجة يسموها، اللي يظن أنه سيجد ماذا، جريمة تتكامل كل فصولها من الألف إلى الياء، هذا شيء ما موجود، وإذا موجود نادر جدا نادر. احنا الآن بالقرن 21 مع التكنولوجيا، مع التوثيق، مع حقوق الإنسان، مع ما أدري شنو، ولا تستطيع أن تثبت جريمة متكاملة الفصول من الألف إلى الياء، لا يوجد، ما موجود، وإذا موجود جدا نادر، بل أقل من النادر. زين شلون جاي تريد جريمة عمرها 1400 سنة، حدثت قبل 1400 سنة، وتاريخ تلون بلون الحاكمين عبر العصور، كتب بأقلامهم وتطبع بطبعهم، وهم الذين جاءوا يفرزون ما يريدون له أن يكتب يكتب، ما يريدون له أن يتستر عليه يتستر عليه. ما ممكن، واهم من يظن أنه سيجد حدث الزهراء من الألف إلى الياء في كتاب، هذا ما ممكن تحصله، ما ممكن تشوفه، لا عقلا ولا ذوقا ولا منطقا ولا عادة تسمح بمثل هذا. الجريمة لابد يتستر عليها، واللي أحدثوا الجريمة مو حي الله، مو ناس من الشارع، ناس لهم وزنهم ولهم مكانتهم ولهم شأنهم وموضع احترام من جانب كثير من الناس في زمانهم وفي أزمنة بعد ذلك. ما ممكن يسجل عليه نقطة، ما ممكن، بل تؤول النقطة. من هنا طبيعة البحث في المسألة لابد أن تضع أمامه هذه الحيثيات أولا، حتى تستطيع تمشي وياه، حتى تستطيع تتابع، لابد تضع هذه الحيثيات أمامك أولا. أي طريقة البحث العلمي، كلمات في الهواء تطلق ما يصير، ارتجال ما يصير، عواطف ما تصير، لابد تضع أمامك هذه الأمور. بعد ذلك إذا وضعتها أمامك تأتي تحكم المسألة، تحكم الحدث، أشوف تأخذ الخيوط خيطا بخيط، تربط الخيوط ببعضها، بعد ذلك تحصل على محصلة وعلى صورة إما متكاملة أو شبه متكاملة لهذا الحدث ولهذا الأمر. هذا الشوفة بالتاريخ إما هنا أو هناك بشكل
إذا تتعمق فيه كل يوم تجد صورة مقتطعة تضمها إلى الصورة الكبرى التي تريد أن تكونها. هذا موجود واضح، يتضح شيئا فشيئا. أعطيك أمثلة. عبد الله بن الزبير إلى موقف من أهل البيت جدا سلبي، جدا سلبي، يعني معروفون الزبيريون أعداء لآل علي وأعداء من النوع الممتاز يعني. زين، عبد الله بن الزبير لما صار خليفة، صار خليفة كم شهر، استطاع أن يستولي على الحجاز، مكة المدينة، بعض حدود العراق. طبعا دفع الناس لبيعته إما ترغيبا وإما ترهيبا، يعني ناس يقبل بالفلوس يعطي فلوس يجي يبايع، ناس بالترهيب. من ضمن الذين أراد أن يأخذهم بالترهيب من الهاشميون أهل البيت، جاب الهاشميين كلهم، سادة الهاشميين، في ضمنهم محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس، يعني أكبر الشخصيات اللي موجودة ذلك اليوم الهاشمية. قال لهم تبايعوني؟ قالوا لا، نحن لا نعطي البيعة إلا لإمام شرعي. سو نظرية الهاشميين معروفة، يعني نظرية القرآن أنهم يأخذون بمن الخليفة العادل يرونه من أهل البيت، من محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد. قال النتيجة، قالوا النتيجة من بايع؟ قال أحرقكم، أحرقكم. كتفهم، جابهم، ربطهم بالحبال، خلاهم في محيط بيت، جعل الحطب وراء ظهورهم داير مدارهم، وسكب الزيت على أجسامهم وعلى الحطب بالنفط. يقول الرواية، ينقلها المسلمون ترى سنة وشيعة، أكثر من 7 مصادر أنا شايف أنها سنية فيها. زين، جابهم الراوي يقول ولو سقطت شرارة من نار عليهم لأحرقتهم جميعا، لعظمة الحطب، حجم الحطب كان كبير جدا، والنفط. زين، قال لهم إما تبايعوني أو أحرقكم الآن. امتنعوا. اللي خلصهم من هذا الموقف منه المختار ابن أبي عبيد الثقفي رضوان الله عليه، يعني هو الذي درأ مذبحة جماعية بالحرق عن أهل البيت عليهم السلام، وإلا كانوا يؤخذون يروحون. بعدها صاروا آل الزبير يعيرون بذلك، ناس تعير عبد الله بن الزبير وإخوته وجماعته بهذا الأمر، يعني إذا تقول لو فيكم خير أنتم يا آل الزبير لما حاولتم ماذا إحراق آل علي لولا أن الله سلم إحراق الهاشميين. فصارت المسألة مسألة شنو؟ مسألة معيرة عندهم، صارت المسألة معيرة في القضية، ما صارت مقبولة. عروة بن الزبير بيوم من الأيام قاعد بمجلس فأعاب أهل المجلس عليهم ذلك الفعل، قالوا له أنتم بعد لو فيكم خير ما صنعتم هكذا بأهل البيت، أردتم أن تحرقوهم. إيش جاوب؟ يريد يدرى المسألة عنهم. قال نحن لا نلام في ذلك. ليش لا تلامون؟ قال لأننا لسنا أول من طبق ذلك على أهل البيت ممن يمتنع عن بيعه لإمام، وقد خلى ذلك من السلف الأول لما أحرقوا دار علي بن أبي طالب. ولهسه أنتم تنكرون علينا على شنو؟ هاي اللي امتدت الجذور إلى أن علات، وإحنا جايين ترى شنو؟ نقتدي بفعل أناس، إحنا ما مبتدعين، إحنا ما عدنا بدعة، إحنا جايين شنو؟ نأخذ فعلنا من فعل سلفنا. السلف هو اللي صنع ذلك. يا
يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى فعل القوم، إن في البيت فاطمة. هاي وقفت فاطمة وراء الباب، أنت محرق علي داري. صحيح راح تسويها يا أنت محرق علي داري؟ قال بلى، وذلك أدنى فيما جاء به أبوك. احنا نريد نشيد الدين، نشيد الدين، تشييد الدين لا يكون إلا ببيعة من علي لنا. يا لت شلون، وقد خلت منكم بيعة لعلي. شو اللي قلب المسألة؟ قال دعينا من أساطير النساء، روحي ما لعلي جلس وراء الباب وأوردك الجواب. دخل علي ويجي يتكلم، بالفعل قال احرق الدار، إن في البيت فاطمة، قال وإن، إن في البيت علي، قال وإن، إن في البيت الحسنين، قال وإن، جابوا له شيء يعني المفترض محترم عند كل مسلم، إن في البيت القرآن، القرآن بالبيت، القرآن بعد لا يحرقه مسلم، ما يحرقه مسلم زين. قال ويلك احرق الدار على من فيها. مضت سنة، بعد صارت سنة إلى اليوم، إلى اليوم صارت سنة. فجاي يقول ترى مو احنا اللي صنع هذا، قبلنا، ترى قبلنا موجود، واحنا انما مضينا على فعل سلفنا في ذلك. هيشوف حتى الشعراء، حافظ ابراهيم شاعر النيل المعروف المصري عنده قصيدة بديوانة يسموها القصيدة العمرية أو الفاروقية، يذكر فيها الأمر، وقولة لعلي قالها عمر أكرم بقائلها، أكرم بسامعها، أعظم بملقيها، حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها. جاي يفتخر، ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. يقول ما أكو أحد يقدر يجاسر على علي بن أبي طالب إلا الثاني، والذي تجاسر عليه. هي كلها شنو؟ أي دلائل، أي وثائق تاريخية لابد أن تأخذ بها، أن تربط بعضها بالبعض الآخر، من قول المعصوم، من حدث التاريخ، من الكلمات التي أدانوا بها أنفسهم. أي كلها لما تأتي تربطها تعطيك شناعة الموقف. الإمام الرضا يقول لقد ماتت جدتي فاطمة وهي غاضبة على أقوام. ليش تغضب عليهم؟ عشان أخذوا فدك يعني؟ عشان ماخذين من عدها دالية وبستان تغضب عليهم؟ فاطمة أكبر من هذا، فاطمة أعظم من هذا. لقد ماتت جدتي فاطمة وهي غاضبة على أقوام، ونحن غضاب لغضبها لا نرضى حتى ترضى. يقول الشاعر أتموت البتول غضبا ونرضى، ما كذا يفعل البنون الكرام. سنت اليوم يمكن مستمع كثيرا، ما اريد اطول عليك كثيرا. الامام علي لما يقف الليلة يؤبنها على قبرها، ابنها على القبر، شوف شي يقول علي بن ابي طالب، شي يقول السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة بجوارك السريعة اللحاق بك يا رسول الله، لقد ردت الأمانة وأرجعت الوديعة. تدري شو يقول؟ يقول واختلست الزهرة. اختلست، إذا فاطمة تموت موت طبيعي ما يقول علي اختلست، علي مسلم لقضاء الله. اختلست يعني شنو؟ يعني سرقت. الله يبوق، الله يسرق؟ أي مصير عند الله؟ أدب علي لا يسمح بهذا. بس أريد أبين ترى فاطمة ما ماتت بميتة طبيعية،
يقول اختلست عمرها 18 سنة يا جماعة، 18 عام تذهب هكذا، واختلست الزهراء فما أقبح الخضرة والغبرة. يا رسول الله حفها السؤال واستخبرها الحال، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها. شلون هضمت فاطمة، شلون فاطمة جرى ما جرى عليها. فسأختم بنفس الحديث الذي بدأت به، يقول الإمام الصادق: لقد ماتت جدتي فاطمة ولها في ساعديها، لقد ماتت جدتي فاطمة يوم ماتت ولها في ساعديها، يعني في يديها، كمثل الدملج. الدملج اللي هو شنو؟ المعضد. المعضد هاي اللي تتزين به المرأة تجعله في معاصمها، في يديها من الذهب. يقول فاطمة: ترى لما ماتت كان عليها دملج، لكن مو من ذهب، من ضرب السياط. لقد ماتت جدتي فاطمة يوم ماتت ولها في ساعديها كمثل الدملج الأسود المحترق من ضرب السياط. ضرب السياط، يقول ما قال ضربة السوط، لأن ضربت أكثر من مرة. يعز عليكم يا مؤمنون، ضربت 3 مرات. يقول العلامة المجلسي: أول مرة الضرب الركل والعصر الذي جرى عليها في دارها، الذي جرى عليها في بيتها وهي واقفة والنار تلفح في وجه فاطمة، ارتفعت ألسنة اللهب إلى وجه الزهراء وهي تقول: يا رسول الله، ماذا لقينا من بعدك من فلان وفلان؟ يا رسول الله، هكذا يصنع بحبيبتك؟ أهكذا يصنع بابنتك؟ وين الضرب الآخر جرى عليها؟ لما طلعت في طريقها من البيت إلى المسجد والدماء تسيل من جوانبها. يقولون جاء لها خالد بن الوليد، أخذ يكزها بغمد سيفه في بطنها يريد أن يرجعها، وجاء المغيرة بن شعبة وأخذ عصا، أخذ يلوع الزهراء على رأسها. أيوة سيدتا، أيوة فاطمة. الضرب الثالث وقع عليها وين؟ وقع عليها في ساحة المسجد، لما جاءت ونظرت إلى علي بن أبي طالب، يقولون أرسل الرجل قنفذا مولاه، أخذ السياط لوعها على متونها وعلى يديها. هاي عظيمة ترى، اللي يشوف الشعراء يجون يسألون الإمام سلام الله عليه، الله يرحم السيد رضا الهندي، عالم مرجع فقيه عظيم، يقف بيوم الغدير عند رأس علي بن أبي طالب بداخل الروضة الحيدرية، يسأل يقول: لكن تصيح وتندهب فضة يا ابو الحسنين وانت تشوف. اقرأ وياي: ما لبيت دعوتها وانت غوث، كل ملهوف ردوا ليك حاطوا ريك، يادوك بحبل مجتوف، ما شفنا قبل يومك شات تقود راعيها، ما شفنا قبل يومك ليث الغاب بيد ذياب، انت لطوعت الجن وانت اللي دحيت الباب، وانت اللي بنيت الدين، هل هدموه تاليها تاليها الشجاني، وزاد همي وهيج الغمي، وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي. يوم صاحت الزهراء دخلوا عن ابن عمي، صاح الرجس
يا اسود ولك بالساط رجليه رجليه وروحها ولوحها وهتنادي لا فرع واشتكي لله على كل العلي سادي يا خلو على الكرار لت يتمون أولادي وردت والعصا ويله تتلوى على يده وعاشت بعد ذلك اليوم 73 ليلة وقيل 75 ليلة إذا انقلبت على جانبها الأيمن صاحت وأضلعاه وإذا انقلبت على جانبها الأيسر صاحت وخاصرته إلى أن أصبحت في هذا اليوم سكبت للحسن والحسين غسلا غسلت رأس الحسن والحسين وألبستهما ثيابا بيضا جدد وقالت اخرجا لزيارة قبر جدكما النبي صلى الله عليه وآله. فاطمة بعض الأحيان كانت تطلع تتحامل على نفسها كما تقول أسماء تستند يدها اليمنى على رأس الحسن يدها اليسرى على رأس الحسين وتطلع تتوكى على حسنيها توصل تقعد وياهم على قبر النبي شو تصيح هناك صبت علي مصائب. لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا فاليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. لكن ذاك اليوم ما طلعت طلع الحسنان حسن وحسين كل واحد جاي يسأل الثاني. الحسن يقول للحسين لماذا لم تخرج معنا أمنا في هذا اليوم؟ قال له أخي أوما تنظر إلى صفرة وجهها؟ أوما تنظر إلى ألم ضلوعها؟ أي شلون بعد تقدر تطلع؟ لكن دعنا نزور روضة النبي ثم نرجع إليها سريعا. يقول الراوي وصل لكنهما تروعا جلسا على القبر وإذا بهاتف ينادي لقد جاء اليتيمان. تروع قلب الحسن والحسين. تقول أسماء دخلت إلى الدار بعد أن اغتسلت وجاءت تقرأ كتاب الله تعالى كأن صوتها صوت النبي صلى الله عليه وآله وأنا أعين فضة في أمور الدار وقلبي متروع عليها نسمع منها تلاوة كتاب الله العظيم بينما نحن كذلك وإذا بصوت الزهراء قد انقطع. يقول أحس قلبي بالخطر وقفت على الباب أخذت أناديها سيدتي زهرة فلم تجبني يا بنت رسول الله فلم تجبني يا بنت من حمل الركن بأطراف الرداء فلم تجبني. تقول فتحت الباب دخلت عليها وإذا بها نائمة على مصلى وقد جعلت كفنها تحت رأسها ووضعت يدها تحت خدها تقول ظننت أنها نائمة. قلت لها سيدتي زهرة نور عيني فاطمة ما أجابتني حركتها مالت وإذا بالزهراء ميتة. ألا من مناد ومصيبة. تقول أخذت أحذ التراب على رأسي وأبكي مهما ساعدتني الجفون على البكاء وإذا بالباب تطرق جاء اليتيمان
جاء الحسن والحسين دخلا ما أكو أنين بالدار، ليش ما نسمع ونينمنا ولا نسمع كلام؟ إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئام. لو يا أسمى سافرت عنا وخلتنا هيتايام، والشهيد يقول لا تفاول ترى قلب انكسر. صاحت أسمى يا أولاد المصطفى وروح الرسول، تقرأها وياي. صاحت أسمى يا أولاد المرتضى وروح الرسول، ذاب قلبي ما اقدر احكي لكم يا ساداتي شقو، لكن الحجر ادخلوها وعاينوا حال البتو، بالعجل ودوا لابوكم يا ضوى عيوني خبر. يا الله على الزهرة يوم دخلوا وعاينوهم مدد، نايمة نومة الموت وساد ما هم وسد، بلهم صلي وحق قلبي مصدل عليها الرنة، خروا عليها ومدامعهم تكت شبه المطر. قبل الحسن جبينها، الحسين وين راح؟ يقولون وضع خده على رجلها، يقول كلميني أمه فاطمة، كلميني نور عيني فاطمة، لما آيسا من أمهما خرجا يركضان إلى المسجد. لقاهما بعض الصحابة، لماذا تبكيان؟ حسن حسين أتذكرتما مصابكما برسول الله؟ صاح الحسن بلهجة ضعيفة، لا لا يا وإن عز علينا فراقه إذن ما الذي جرى؟ جلس الحسين على الأرض قال وليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ يا قلب ذوب يا قلب ذوب يا قلب ذوب، هل يا دمع يا دمع على الماتت تصرخ؟ جرعاها من بعد والدها الضيم مرارا، لبئس ما جرعاها، ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها؟ بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها.